للحديث عن تفشي فيروس كورونا في العراق والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره وسط تردي الواقع الصحي، انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور إبراهيم سلمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. يعني استمرار تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في العراق، لكن هناك من يتهم الحكومة بالتعتيم على الأرقام الحقيقية. دكتور إبراهيم، كيف تابعتم المشهد الوبائي في العراق؟ مساء الخير إلى كل مشاهدين قناة الرافدين المحترمة. أهلا بك دكتور. تالي العزيز، كل المؤشرات البنى التحتية لوزارة الصحة صفر، نقطة على صفر. هذه واحدة. مستشفيات تشكو من غياب الكمامات، مستشفيات تشكي من الحد الأدنى من المتابعة من المسؤولين، التخبط في خلايا الأزمة. أول مرة خلية الأزمة برئاسة الأمر الديواني 55 برئاسة وزير الصحة. طيب، وزير الصحة رفض هاي الفتلاوي، ما رفض الدنيا، قالوا له هاي يتدخل بشؤونك. رجع رئيس الوزراء صار هو الرئيس. طيب، هي هذه مسؤولية وزارة الصحة. إلى الآن الحجر الصحي العراقيين اللي يجون من القاهرة من السعودية من ذن كل المناطق يحيرون، ما عندهم مكانات وين يحجرون. انت المفروض جاي من منطقة موبوعة، يفترض هذا تحجر اسبوعين وتشوف اذا ظهرت عليه علامات او ما ظهرت. هل تجدي يسووا له فحص في مطار؟ هذا كلاسيكي، يعني مو مسحات. نعم. ما ادري، بس عنده حرارة، ما عنده حرارة يروح للبيت. وهذا ممكن كارير، يعني حامل للفيروس. هذا اخطر وما ينطي اعراض، اخطر من الدوكيومنتد الكيس المشخصه. نعم. طيب دكتور، احنا في وزاره الصحه في العراق بصراحه اكو تراخي، نعم، من الدوله من الاجهزه الامنيه تراخي. هل انت من تقول لي على واسط وده اسمع التقرير؟ نعم. تقريركم قناتكم المفضلة. نعم. احنا مو واسط، بغداد الرصافة مين سيطر عليها؟ البارحة ابني جاني قلت شلون جيت بابا من الرصافة؟ كان البابا مفتوح، الطرق تروح وتجي. هاي دكتور في هذا الإطار، عفوا دكتور، في هذا الإطار، يعني رغم مضي نحو شهرين على إجراءات حظر التجوال، لكن نلاحظ أن خروقات كبيرة تحدث، وكذلك أيضا طرق المعالجة الحكومية لهذه الأزمة. من يتحمل المسؤولية؟ هل يتحمل المسؤولية المواطن أم الدولة دكتور؟ لا، السلطة. الدولة ما يسمى بين هلالين الدولة. هل الدولة غايبة عن الشارع العراقي؟ بيتقاسمون الغنائم بتشكيل الوزارة. المواطن ترى الحكي بيناتنا، هسه شوف المخزي باكر ما يلبس كمامه 50,000 دينار، يعني بحدود 40 دولار. نعم. وينك قوانين؟ يعني استغلال المواطن بكل شيء. يعني المواطن اذا يطلع يريد يبحث عن لقمه، عن عمل، عن الدنيا، اقعد ببيتك قاعد. هم هسه مدير عام دائره الصحه مال الكرخ، قل طلع عليه، قال انا فريت بسيارتي لالتزام مناطق الخضراء والعامريه. نعم. والحي الجامعه ملتزمين، يقول بالحريه وبالكاظميه وبالشعله، ماكو التزام. يعني طيب، الدوله غايبه حبيبي، الدوله. نعم. طيب دكتور، يعني السلطات الحكوميه اوعزت برفع جزئي لحظر التجوال خلال شهر رمضان، كيف تقيمون هذه الخطوه؟ لا، هذا التقييم شوفوا هذا بيها اياك وعني يا جاره. أنا بصراحة بغداد هسه مثلا، أنا أبو غريب، بغداد، كذا، هاي المناطق ما بيها إصابات، ممكن تشيل جزئي. طيب. والجزئي ينتبه عليه، يعني الناس، إحنا ناس مسلمين، ينتظر يريد يتسوق على مود رمضان، ما رمضان من الستة إلى السبعة، من الستة صباحا إلى السبعة، والناس تشوف أرزاقها بالمناطق. بس أكو مناطق موبوءة المفروض ما تنشال. نعم. طيب دكتور، الحكومة تقر والمنظمات الدولية تشير إلى حقيقة إلى تردي الواقع الصحي في العراق، كيف انعكس هذا في خضم تفشي فيروس كورونا؟ هل يعني في هذا الإطار هل يمكن أن يكون هو السبب في عدم معرفة الأعداد الحقيقية للمصابين دكتور إبراهيم؟ صح، تأييد كلامك، تأييد كلامك. يعني لو ما جهود الأطباء والستاف الطبي من ممرضين وممرضات والدنيا، ولا كان وضعنا غير وضع. الحكي بيناتنا هسه المؤسسات الصحيه العراقيه
عايشة على الجهد الطبي العراقي وعايشة على التبرعات. منظمة الصحة العالمية انطتنا كم كت، والسفير الصيني انطانا كم كت، ديمشون فيها أمورهم. بعدين انت تنتبه ما يقدرون يفحصون اكثر من ما عندهم غير هاي المحدودية. يعني انت من مجموع 40 مليون الى الان احنا فاحصين بحدود 65 الف. ما معقولة بكل العراق 65 بكل العراق وليس في بغداد. بغداد اللي نفوسها 8 ملايين 9 ملايين 65 الف بكل العراق اللي فاحصين. فهذا التردي الواقع الصحي. نعم مستشفياتنا تشكو، مؤسساتنا الصحية تشكو زين، بس غياب الدولة ما يسمى بين هلالين الدولة. من بغداد الطبيب الأخصائي الدكتور إبراهيم سلمان، شكرا جزيلا لكم.